سادتي احنا دلوقتي في النص الثاني من الحلقه والنتيجه مشرفه والحمد لله وكل ابطالنا مبسوطين ومزقططين وانا شايف اسماعيل من فرحته ماشي هزر مع الجمهور وفي ايده اشايه زي دي بيناغش بيها ابطالنا اللي بيقابلهم في سكته. ده انا الاب أنا وأنت وهي أنا وأنت وهي وهي
مكتوب عليه شرق التمييز. سلاح هنا؟ لا 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 مفيش. بص 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 جوه. مفيش حاجة جوه؟ مفيش والله والله مفيش. ايه هنا احلى؟ اه السكر ده احلى برضه. ايه؟ طلع البلاطه او القميص مش عارف دخل فيه جوه.